داليا شومان، مهندس منظومة اتصالات أول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، كلية الهندسة جامعة اسكندرية دفعة 99، دبلومة الدراسات عليا اتصالات 2002. اشتغلت في كذا مجال خاص بالاتصالات، آخرهم هنا في الشركة المصرية لنقل الكهرباء. أول ما اتخرجت اشتغلت HTML developer ومنسق مواقع انترنت. اشتغلت في مكتب استشاري يعمل مقاولات كهرباء، وما زلت مساعد استشاري يعمل كهرباء. عملت في المملكة العربية السعودية لمدة 8 سنوات كمعيد اتصالات وشبكات جامعة الرياض، مطور معتمد قواعد بيانات. عملي العام، اشتغلت في العمل العام سنوات كثيرة أزيد من 10 سنين، واشتغلت في العمل النقابي برضو من 2012. اشتركت في لجان نقابية كثيرة، لجنة الثقافية والاجتماعية، لجنة المشروعات والإسكان، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الرحلات شاركت معاهم. يعني اشتركت في اغلب اللجان واغرب ولجنه التوظيف، اشتغلت معاهم في ايفنتس كتيره. اشتركت في فعاليات كتيره داخل النقابه، والحمد لله وبفضل الله. يعني انا النهارده نازله عليكم كمترشح على مقعد كهرباء نقابه فرعيه اسكندريه رقم 3، يشرفني دعمكم. ونازله كمان شعب عامه، عضو مجلس شعب عامه كهرباء نقابه عامه رقم 17. ان شاء الله عندي فكر جديد. انا مجموعه من الزملاء المحترمين عاملين قائمه الشعب، هي قائمه صوت العموميه. لينا فكر وهدف واحد، وهو ان النقابه تبقى نقابه مهنيه لخدمه المهندسين، وان احنا نوصل بنقابتنا ان هي يعني تتكلم بحال المهندس. احنا مسمينها عشان كده صوت العموميه. لا لينا اي، لا احنا طيار ولا احنا تحالفات ولا نتحسب على اي طيار او تحالف، احنا مجموعه مستقله. لكن ان احنا حبينا ان احنا نكون مجموعه مع بعض، هدفنا الاول والاخير هو ان احنا نحافظ على مكتسبات المهنه، نحافظ على جوده التعليم الهندسي، وان احنا يعني احنا عايزين نستثمر في اصول النقابه، ونبتدي نحل المشكلات بتاعه النقابه في جامعه دمغه الهندسيه علشان نعمل بزياده معاش النقابه. وده يعني يعتبر بالنسبه لي انا هدف اتمنى تحقيقه. يعني يعني متهيألي انا كده قلت اغلب الحاجات اللي انا كنت عايزه اوصلها لحضراتكم، ويعني اغلبكم يمكن حضراتكم عارفيني. يعني انا متطوعه في اللجان ومتطوعه في العمل النقابي بقالي سنوات، والغرض الاول والاخير ان انا نازله متطوعه لاستكمال اهدافنا باذن الله. وشكرا.